مع اول وصفه اللي هي حرابل ديال الكفته مع الفلفله. اوكي، هنحتاج فيها ايه؟ هنحتاج فيها لحمه مفرومه، بصل يكون مفروم ناعم، شبت مفروم ناعم، تحميره اللي هي فلفل بابريكا، جنزبيل، بودره ثوم، كمون وكزبره ناشفه، وطبعا ملح وفلفل وزيت زيتون او زيت عادي، يعني ممكن نستبدل زيت زيتون بالزيت العادي. وكمان ده بالنسبه لتتبيله اللحمه المفرومه. بالنسبه للبصل او الصوص اللي هنعمله، هنحتاج فلفل الوان اصفر واحمر، انا واخداه بالشكل ده، شوياه مقطعاه وشوياه الاول وبعدين منضفاه من القشر ومتقطع بالطريقه دي. البصل المشنفة او البصل اللي هو متقطع شرايح، زعتر ناشف، زعتر اللي هو الاخضر، واعواد زعتر للتزيين، ورق لورا. طيب خلينا نروح مع اول حاجه، هناخد زيت الزيتون. طبعا انا هنا مسخنه الطاسه، بس هشيلها دايما لما باجي استعمل زيت الزيتون، زي ما انتم عارفين بشيل الطاسه عشان زيت الزيتون ما يتحرقش مني. هسيب زيت الزيتون بتاعي وهقوم منزله فيه البصل. ده بالنسبة للصوص، هنزل البصل بتاعي. البصل بيبقى بزيادة، المقادير هتلاقوها عندكم على الشاشة موجودة. هلف البصل بالشكل ده. أول ما بنزل البصل بحط خلاص الطاسة على النار أو المقلة على العافية، العافية اللي هي النار. هبتدي أزود، مش هستنى البصل لحد ما يدبل مني، هزود عليه الفلفل. الفلفل اهم حاجه نكون شويين، وبعد كده نحطه في بلاستيك او كيس بلاستيك ونسيبه شويه، 5 دقائق او 10 دقائق، هنلاقي القشر كله فك معانا يعني راح. طيب هاخد هنا ورق اللورا، هكسرها على 4، وهاخد شويه زعتر، زعتر اللي هو الاخضر او اللي هو بقلي فازج، مشيل الزعتر الناشف بالشكل ده، هكتفي بيه وهخلي دول للمرحلة اللي جاية. هقلبهم تقليبة بسيطة وهتبلهم بشوية ملح وفلفل دلوقتي، بس بعد ما نقلب كله مع بعض. عايزة اقول لكم الاكلة دي بتبقى خفيفة قوي وسريعة، مش بتاخد مننا وقت كتير، يعني الولاد جايين من المدرسة مستعجلين عايزين نعمل لهم اكلة ومزنوقين في الاكل، فنعمل لهم الأكلة دي، هتبقى خفيفة جدا وكمان ألوانها هيبقوا حابين الموضوع، في نفس الوقت نأكلهم أكل كتير. طيب أنا هقلبهم واسيبهم يتشوحوا شوية، وبعد كده هضيف عليهم كوباية مية أو نص كوباية مية، يعني مش هضيف كوباية كلها، بس هي كوباية هزود نص، ولو احتجت كمان شوية هضيف. طيب بالنسبة للكفتة أو اللحمة المفرومة، خليني أجيب بولة. هاخد البول بتاعتي، هنحط فيها اللحمة المفرومة. وهبتدي احط التوابل بتاعتي كلها، البصل، الشبت، الملح والفلفل طبعا، تحميرة اللي هي الفلفل بابريكا. الشبت هنا بس خدوا بالكم بيبقى شوية زيادة عشان بيديها طعم حلو جدا. ناخد التحميرة، بودرة الثوم، والجنزبيل او سكنجبير. سكنجبير بيدي طعم حلو جدا في اللحمه المفرومه عامه او الكفته. والكمون بحبه يكون اكتر حاجه، والاكله دي بالذات بتحب الكزبره الناشفه، يعني اللي هعملها دي بتحب الكزبره الناشفه. طيب خليني احط الملح. نعمل حسابنا انه هنا اوريدي احنا حاطين ملح في الصوص، فما نكترش الملح بتاعنا. وهاخد كمان شويه فلفل اسود، او ممكن نستبدله بفلفل ابيض، يعني عادي زي ما تحبوا. زي ما قلت لكم بنتبلها، بنتبل اللحمه بتاعتنا، نتاكد ان التوابل كلها بقت مع بعضها او بقت مزيج واحد، ونقوم عاملينها. ممكن تعملوها كور، بس هي بتبقى شكلها مع الفلفل مع البصل وهو متقطع، عشان كده بنقول لها حري بلاد ديال الكفته، لانها بتبقى، هوريكم دلوقتي شكلها ايه. قبل ما ابتدي اعجن فيها، خليني ازود نص كوبايه الميه اللي احنا قلناها هنا. انتوا هتعملوا كوبايه، لو احتاجتوا هتزودوا، هننزل شويه بس، لو احتاجنا هنزود، ما احتاجناش يبقى احنا عندنا النص الكوبايه، والبصل والفلفل اوريدي هينزل الميه بتاعته. طيب خليني دي انا ما بزودش عليها لا ميه
ولا زيت، ما بعجنهاش باي حاجه، بعجنها بالكفته بالبصل والميه اللي بينزلوا البصل بس كده، يعني ما بنحطش عليها لا زيت عشان عجنها بيه ولا ميه. في ناس بتحب تحط زيت براحتكم، بس هو ما يفضلش، انه هي اوريدي فيها نسبه دهون ولسه هتنزل الدهون اللي فيها برضه. عجنها كويس ونبتدي نشكل فيها، وبعد ما بشكلها بقوم منزلاها في الصينية بتاعتي تكون هي اتشوحت والبصل بتاعي اتشوح. اهم حاجة نتأكد ان كل التوابل كل حاجة امتزجت اهو بالشكل ده. خليني اجيب طبق، هبتدي دلوقتي اخد ونعملها كأننا هنعملها صوابع صغيرة. زي صوابع الكفتة بس تبقى زغنطوطة، يعني على قد كبيرة شوية، على قد ما احنا صغرناها على قد ما بتبقى أحلى وطعمها بيبقى أحلى، يعني تبقى بالشكل ده أهي بالطريقة دي. ونكمل دول احنا في المغرب بنسميهم الحرابل، يعني اللي هي زي الصوابع بنسميها الحريبلات ديال الكفتة أو الحرابل، بتبقى بالشكل ده. ممكن زي ما قلت لكم نعملها كور عادي، مش هتفرق يعني زي ما تحبوا، بس هي يعني عشان اسمها فتبقى بنفس الشكل. كمان هنقعد نشكل فيها او نصبع فيها بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهي صغيره بالطريقه دي. طبعا انا هنا مجهزاها عشان ما تاخرش عليكم. خلينا نشيل دي ونفك. انا هنا عاملاها وسايباها، كمان سايباها في التتبيله مده نص ساعه. انتوا ليكوا الاختيار انكم ممكن تتبلوها بفتره، ممكن تتبلوها في ساعتها، يعني زي ما تحبوا. انا هنا هبتدي الميه طبعا مش كتير، انا مش مكتراها، فاقوم خلطه بسيط كده او محركاهم تحريكه بسيطه، وهبتدي اسقط فيها اللحمه المفرومه بتاعتي او الكفته اللي انا متبلاها بتاعتي، بحيث انها تستوي مع البصل والفلفل. هبتدي احطها بالشكل ده. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها فعلا رائع، تبقى خفيفه سريعه ما بتاخدش وقت خالص. هي مسافه اول حاجه احنا ما بنحركش، يعني ما بنقعدش نقلب فيها، بس اول ما بتبتدي خلاص تستوي معانا عادي بنقلبها على الصوص بتاعها. يعني انا وطيت عليها النار خالص اهو، واقعد اقلب فيها عشان كل الجناب بتاعت الكفته بتاعتي تاخد اللون اللي انا عايزاه بالشكل ده. انا هشيلها من على النار كفايه، واقوم واخده الفلفل والبصل ومقلباهم عشان اساعد الميه بتاعتهم عشان تتبخر وينشف معايا على طول. مش عايزاه ناشف قوي، بس عايزه فيه نسبه صوص بسيطه، بس مش كتير، ما يبقاش كتير، يعني يبقى حاجه بسيطه جدا. وبحال هكا تكون الفلفله ديالتي صافي واجده، او بيكون الفلفل والبصل بتاعي بالشكل ده. الصوص بتاعه بيبقى موجود في صوص بس بيبقى قليل جدا، يعني بيبقى حاجه بسيطه جدا، بحيث اننا لو عايزين نغمسه بالعيش او نحط عليه رز او whatever ايا كان بيبقى معايا تمام. انا هاخد كميه من اللحمه المفرومه او الكفته او حريبلات ديال الكفته وهنزلهم هنا، وهسيب حاجات بسيطة عشان أزين بيه من فوق. الفترة اللي أنا بنزل فيها الكفتة أهي، هاخد الزعتر الناشف رشة بسيطة زي ما انتوا شايفين أهو، وتقليبة كمان وخلاص هيبقى عندي تمام جاهز، يعني جاهز للتقديم. بس أقلب الكفتة دي تقليبة بسيطة وخلاص. هتلاقوها طريه معاكم مش بتنشف، يعني هتلاقوا طعمها حلو جدا اصلا. خلينا نطفي البوتاجاز ونروح. دلوقتي هنقدم الحريبلات ديال الكفته ديالتنا بهذا الشكل هذا. عايزه اقول لكم الوانها حلوه جدا، ده اللي بيحبوا الأطفال، يعني عامة الأطفال بتحب الألوان كتير. وعشان نأكلهم الخضار نعرف نأكلهم كل اللي احنا عايزينه، وفوائدها عالية جدا. الزعتر مع الأعشاب اللي احنا حاطينها طبعا الموضوع بيبقى
بصراحه هايل وطعمها حلو جدا. زي ما قلت لكم نقدر نعملها ساندويتش، نقدر نعملها طبق، نقدر نقدمها، مش هتاخد مننا وقت يعني، حتى واحنا بنطبخها مش هتاخد وقت كتير. البصل بالطريقه دي مع الفلفل مع الحاجات يعني مع التتبيله اللي فيها تبقى هايله يعني، بتبقى طعمها رائع. انا هاخد كده، خليني احط دي هنا وانزل، اني انا عايزه الصوص شويه الميه اللي بتفضل انا عايزاها.